سبحان الذي زرع الإيمان في قلوب المسلمين فاتصلوا بخالقهم سبحانه وتعالى، وسمى وجدانهم وصاحت عقولهم على نور معرفة الله تعالى واليقين به. بسم الله الرحمن الرحيم. بالمناسبة ونحن في هذا الشهر العظيم، شهر مبارك رمضان، تكثر أسئلة الناس حول خاصة ما يتعلق بالفطر والإفطار لمن له عذر شرعي، وخاصة الأمر المتعلق بصيام الحامل وصيام الحامل، المرأة الحامل مثلا. الله سبحانه وتعالى رخص الفطر لكل من له عذر شرعي، وذلك لقوله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فقياسا على المرض والسفر والأمور التي يرخص فيها الإفطار بالنسبة للصائم سواء في رمضان أو في غيره، يقاس عليها المرأة الحامل ومن له عذر، سواء كان مرضا أو مثلا عارضا كالحمل، هذا ما يسمى بالأعذار المؤقتة. هذا بالنسبة يجوز الإفطار في نهار رمضان والقضاء فيما بعد رمضان، إن لم يتعلق الأمر بالأمراض المزمنة التي تؤدي بالإنسان إلى أمور الفدية وهكذا. أما الإنسان إذا كان فطره أو إفطاره مؤقتا لسبب ولعرض ولعذر شرعي، ينبغي أن يقضيه بعد رمضان في وقت ما تيسر له ذلك، والله الموفق والهادي إلى الصواب.